صباح الخير أصدقاء ناقة إنسان. اليوم حبينا نطلع على منطقة قريبة منا، هي أفري. منطقة حلوة، هلا رح نروح نحن على منطقة كتير فيها خضار وغابات، رح اخذ لكم فيديو حلو. دمتم بمحبة، اذا اعجبكم الفيديو اتمنى الضغط على زر اشتراك القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بمحبة اصدقائي.